حملة وطنية للتوعية والتلقيح ضد الإنفلونزا أطلقها معهد باستور بالمغرب. عدد من المواطنين توجهوا لمراكز التلقيح استجابة للحملة. سعد من بين مجموعة مواطنين من الدار البيضاء جاءوا بدورهم من أجل اللقاح، وهنا يتبع الإجراءات المعتادة قبل أن يدخل إلى غرفة العلاجات. جيت لهنا للمعهد باش نتلقح كونتر الإنفلونزا وما يسمى بالزكام، وهذه المساله هذا الزكام اللي هو اللي كاين دابا، كاين واحد كتروج هذه المساله في اذاعه التلفازه. ما كنعرفش عليه بزاف، هي كنسمع بلا ناس كيديروا شاكاني، ولكن باش تكون شي معلومات اخرى ما عمرني تحتاج في لوكا انني نجي ندير فاكسيناسيون على ود لا غريب. تنجي ندير هذا الفاك فهادي لا على الفاك في هذا الفاك في كريب تنديرها كل عام. الرفع من مستوى التغطية اللقاحية وتحسيس اكبر عدد من المغاربه خلال هذه السنه هو هدف الحمله للوقاية ضد داء الإنفلونزا عن طريق الدمج بين الإرشادات الصحية ومنافع التلقيح. هذه الحملة هذه كتشمل أيضا الشركات والإدارات العمومية، فمعهد باستور كيقوم كذلك بالتلقيح في المؤسسات العمومية وفي الشركات الخاصة إذا كانت عندهم الرغبة في ذلك بالنسبة للعاملين بهم، وهذا تيمكن الإدارات والشركات من تجنب الغيابات التي تكون ناتجة عن مرض الإنفلونزا. إحصائيات المعهد تشير إلى أنه تمكن إلى غاية هذه السنة ما بين 200 ألف إلى 300 ألف مغربي تمكن من التلقيح للوقاية من الإنفلونزا، رقم يبقى دون المستوى المأمول. احنا كنقولوا الأولى هم الناس المسنين، الاولى هما الاطفال، لان خصك تعرف بان المشكل ديال الاطفال راه هما السبب ديال العدوى ديال الدار، لان الا مرض لك الطفل كيعادي كلهم مثلا لافامي. كنقولوا عاوتاني النساء الحوامل حتى هما كيتلقحوا، والتلقيح ما فيهش مشكل، التلقيح ما فيهش مشكل، التلقيح فعال. المشكل الوحيد اللي كاين لانه هو فيروس مشكل، لان كيتبدل كل سنه وكيتنتج في البيض. المشكل الوحيد هو الناس اللي عندهم حساسيه في البيض هما اللي يقدروا مثلا ما يديروش هذا التلقيح هذا. في المغرب ينتشر فيروس الانفلونزا ما بين شهري شتنبر ومارس، ويبلغ اعلى مستوياته خلال شهر فبراير، وتترتب عنه تكاليف اقتصاديه باهظه ترتبط بالتوقف عن العمل او الدراسه لعده ايام، وكذا نفقات صحيه مرتفعه.